السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم بشوف معايا كيفية تحضير البقلاوة بطريقة سهلة مبسطة وإن شاء الله تعجبكم. أول حاجة باش نحضرها نحضروا العجين. العجين أوراق البقلاوة عندي 500 غرام فرينة وتكون مغربلة، عندي رشة صغيرة ملح، بسم الله الرحمن الرحيم، عندي 125 غرام زبدة ذايبة نزيدها فوق الفرينة وشوية الملح. باش نبسس الفرينة مليح، بسم الله الرحمن الرحيم. بسست الفرينة مليح بالزبدة، توا عندي كاس فيه 110 مللتر من الماء العادي و 110 مللتر من ماء الزهر، خلطتهم مع بعضهم في نفس الكاس، فرد مرة. نبدو توا نعجنو. عجنت العجينة قيمة 3 ولا 4 دقائق، توا باش نقسمها على 10 قطع. شفتوا معايا قسمت العجينة على 10 طروف. توا جبت إناء بلاستيك بغلاقو، نسويهم شوي كيف هكا ونحطهم في الإناء البلاستيك ال10 قطع. كما شفتوا معايا حطيت ال10 كويرات متاع العجينة، توا نخليها مدة ساعة ترتاح وبعد نرجع إن شاء الله. بعد لا حطيت العجينة ترتاح، توا باش تشوفوا معايا كيفية تحضير الحشو متاع البقلاوة. الحشوة البقلاوة نتاع اليوم حضرت 500 غرام لوز. لوز نحيت له القشرة البارح وخليته يشيح شوي فوق بابي اسمته فوق الكونتوار، وبعد رحيته ما رحيتوش رطب طول فيه الكعبة كما تشوف، خليت فيه الكعبة يعني مهروش. عندي نصف ملعقة صغيرة قرفة مرحية، وعندي 200 غرام سكر، وعندي قيمة 3 ملاعق أكل ما زهر. تو باش نزيد السكر فوق اللوز، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزيدوا شوية القرفة ونحرك اللوز والقرفة والسكر مليح. شفتوا معايا حركت المكونات مليح، توا عندي 3 ملاعق أكل من ماء الزهر، بسم الله الرحمن الرحيم، نزيدوهم ونحرك المكونات الكل مليح. شفتوا معايا حركت المظاهر في المكونات الكل مليح، والخليط يلزم يكون مندي بركة ما يكونش مبلول. كما تشوفوا 3 ملاعق أكل للقيمة هذه راهي بالضبط، يعني المكونات متاعها مضبوط. كما شفتوا معايا غطيت المكونات الكل مليح باش ما تخرجش الريحة متاع المظاهر وشوية القرفة. تو باش نتركه جانبا ونتعدوا المرحلة الجاية إن شاء الله. بعد العجين ارتاحت قيمة ساعة، تو باش نبدا نحل معاكم العجين. تو نذرو النشا اللي هي مايزينا ونبدا نورقو في العجينة، بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا معايا ورقت العجينة على الطول شوية، نتركها جانبا وباش نورق 5 قطع من العجينة بنفس الطريقة. في كل بين قطعة وقطعة من العجينة نحطوا قيمة لباس بها منشا كما تشوف، ونتركوها جانبا. شفتوا معايا نقدوا قيمة منشا ونتركوها كيف هكا جانبا، ونكملوا نحلوا المكعبات الكل بنفس الطريقة.
كما تشوفوا معايا حليت 5 قطع من العجينة، حطيت بيناتهم كمية لباس بها من شا، هذوما 5 قطع. تو باش نزيد نقد شوية نشا من فوق كيف هكا. تو باش نبدا نحل العجينة، نشد ونحط الحلال في الوسط ونشد يدين من العجينة كيف هكا ونحلو من الوسط ونحنا طالعين. تو نحلو العجينة، كما شفتوا معايا حليت العجينه مستطيل كبير. تو باش تشوفوا معايا الطبقات نتاع العجينه نتاع البقلاوه، هذه الورقه نتاعها. تو عندي طبق باش نطيب فيه البقلاوه، تو خليكم القياس نتاعو بحول الله هو والمكونات كامله في صندوق الوصف. تو باش نهزوا العجينه ونحطوها في الطبق. تو باش نسوي العجينه في الطبق نرخفوها باش تاخذ الحجم نتاع الطبق. عندي خليط اللوز اللي حضرناه مع بعض، تو باش نوزعو. كيما شفتوني سويت قيمة اللوز كاملة في المول، انتم حاولوا تسواها باش تجينا كعبات البقلاوة نفس السمك، ما نضغطوش عليه. تو باش نتركها جانبا ونكمل نحل بقية الخمسة قطع من العجينة بنفس الطريقة. تو الخمسه طبقات الثانيين نتاع العجينه، والطبقه الخامسه ما حطيتش فوقها نشا على خاطر الطبقه الخامسه هي اللي باش تكون الوجهه نتاع البقلاوه. تو باش نشد يديا ونحط الحلال ونجي من وسط ونحل للخارج كيف هكا. كما تشوفوا معايا ورقت العجينه وكملتها، والعجينه تكون الخمسه طبقات يكونوا بسمك 5 مليمتر. تو باش نهز العجينه ونحطها فوق اللوز نغلف بها الطبق كامل. كما شفتوا معايا حطيت الخمسه طبقات العجينه الثانيين وغلفت بها الطبق كامل. تو من غير ما نحشو الجناب نخلوها كيف هكا عاديه، ونجيبو سكينه ونقصو الجناب نتاع العجينه كامله. تو باش نقص طبق البقلاوه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي شويه لوز، نجيب تو بالكعيبه لوز ونغرس في وسط كعبه البقلاوه، نغرسها مليح. تا
استوى عندي 200 مليلتر سمن ذايب. سمن هذا حضرته معكم في فيديو السمن الخاص بالحلويات. تو بحاول الله نحط لكم الليان تاعو في صندوق الوصف مع المكونات الكامله للبقلاوه. نجيب مغرفه بسم الله الرحمن الرحيم ونبدو نسقو في البقلاوه كامله. نخلوها تقبل ال 200 مليلتر من السمن. شفتوا معايا كملت القيمة نتاع السمن كاملة في البقلاوة. تو باش نخليها ترتاح مدة ساعتين ولا ثلاثة سوايع باش السمن اللي حطيناه يدخل في اللوز ويوصل حتى الطبقة التحتانية من البقلاوة، يعني يتغلغل مليح في البقلاوة لين يوصل الطبقة التحتانية لورقة البقلاوة يعني الفريش متاح. بعد لا خليت البقلاوة ارتاحت أكثر من ساعتين حليت الفرن لها 10 دقايق يسخن على درجة حرارة 180. يلزمنا كي نحطو البقلاوة في الفرن يبدا سخون. توا باش نهز نحط البقلاوة في الفرن مدة 45 دقيقة، وكي نوصلو 35 دقيقة نحلو الفرن ونثبتو فيه. هي تطيب وتحمر ونخرجها من الفرن ونرجعو باش نكملو بقية البقلاوة. إن شاء الله البقلاوة نتاعنا طابت وحضرت، وعندي توا العسل. العسل هذا حضرته معاكم في فيديو، توا بحول الله نخليلكم الليان تاعو في صندوق الوصف، صالح لكل أنواع الحلويات المصنوعة في البيت. جبت منه 0.5 كيلو. يعني كي طيبت العسل كيلت 0.5 كيلو للقيمة متاع اليوم. توا العسل بارد والبقلاوة سخونة، نسقيها توا بالعسل. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا معايا سقيت البقلاوه بالعسل. توا باش نخليها مده 12 ساعه ترتاح وتشرب عسلها في عقلها، وبعد 12 ساعه نرجعوا بحولها باش نقصوا مع بعض البقلاوه. البقلاوه نتاعنا ارتاحت 12 ساعه بعد اللي حطيت فيها العسل. تو ما بقى لي كان نقصها معاكم. شفتوا معايا قصيت الجناب والاطراف الكل نحيتها. ونحبكم تشوفوا الطبق معايا كما تشوفوا، ونقصوها مسوية تحتاني كلها نغرفوه بالسكينة كما تشوفوا. الكعبة من تحت كيفاش تجي ما يلزمهاش تجي محروقة باش ما تجيش مرة، يلزمها تطيب كيف هكا طياب معتدل كما تشوفوا معايا. كعبة البقلاوة تجي صغيرة ومتحفنة، والتوريق متاعها هذيك الطبقات اللي حطينا بيناتهم انشاء، احسن طريقه تعلمتها في توريق البقلاوه وتجي مرقه كما تشوف. شوفوا معايا التوريق نتاعها. نكمل توا نقص الكعبات الكل وتشوفوهم معايا بحول الله في صحن التقديم. في
بالي الكعبة التوجيه صغيرة، ما جاتش صغيرة هاكم تشوفوا، كعبة ستوندار التوريق متاعها كيما تشوفوا. حوايج الدار ديما راهو يبارك فيها ربي وتنزل الخير والبرك. حوايج خدمتها في الدار نظيفة وما فيهاش مواد حافظة. ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير البقلاوة وتنال رضاكم. وكان عجبتكم البقلاوة متاع اليوم وعجبكم محتوى القناة، ما تنسوش باش تشجعوني وتشتركوا في القناة، تبارطاجوا فيديوهات القناة بين اهلكم واحبابكم. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.